السلام عليكم. أصدرت سلطات الحوثي الإنقلابية قراراً بتعيين هيئة إفتاء جديدة مكونة من 5 شخصيات سلالية. تأتي هذه الخطوة بعد سيطرة اللوبي السلالي على مؤسسات الدولة من قضاء وأوقاف وجيش وأمن وغيرها من المواقع المهمة. خطوة كهذه لا تبدو منفصلة عن سياقها التاريخي، إذ كان الأئمة يوظفون الفتوى ويعملون صوتها ضد كل من يقف أمام سلطة حكمهم. وبمبرر هذه الفتاوى الموظفة سفكوا دماء عشرات الآلاف من اليمنيين، وليست مجزرة المطرفية التاريخية إلا إحدى الأمثلة على هذه الجرائم. الاستبداد والدين ثنائية اجتماعية عانى منها اليمنيون ولا يزالون حتى اليوم. وبعد أن أسست ثورة 11 من فبراير ومخرجات الحوار الوطني مداميك الدولة المدنية القائمة على أساس النظام والقانون، شكل انقلاب 21 من سبتمبر انتكاسة مريرة، محاولا إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل 26 من سبتمبر 2062. محاولة الحوثيين اليوم إعادة الكهنوت بتطويع الفتاوى وتوزيع الصكوك الدينية يواجه وعيا مدنيا من الشعب الذي اكتوى بنار الفتاوى كثيرا، ولا يبدو أنه ما يزال مستعدا لتقبل هذا الاستغفال. أعزائنا المشاهدين، حول محاولة الحوثيين تأسيس هيئة إفتاء سلالية وإعادة الكهنوت الذي عانى منه اليمنيون كثيرا، وعن اعتماد الانقلابيين على المعايير السلالية في الوظيفة العامة، ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فأهلا بكم. وبداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. محاولة بعث الكهنوت عنوان اللحظة الراهنة للانقلاب في المرحلة التي يصفها مراقبون بالثلث الأخير من المعركة التي تدور رحاها على أبواب صنعاء والحديدة وأجزاء متفرقة من البلاد. إنشاء دار إفتاء سلالية من قبل تحالف الانقلاب تعيد الأذهان الكهنوتية الدينية التي كانت ملازمة للسلطة السياسية في عهد الإمامة، والغطاء الديني للتسلط السياسي الذي أزهق دماء الأحرار على مائدة أحمد يا جناه. الهيئة التي حملت أسماء سلالية بعينها استبعدت أحد أعلام الاعتدال اليمني القاضي العمراني، الذي كان يحظى بالإجماع الشعبي كمرجعية فقهية خالية من التحيزات العصبوية التي تهدد التعايش المذهبي في البلد القائم على التنوع. إلغاء مفردة الجمهورية وإيراد مفردة الديار بديلا عنها صورة من صور المحو الممنهج للذاكرة الجمهورية، وهو ما حمله طابع هيئة الإفتاء التي حملت اسم الديار اليمنية بديلا عن مفتي الجمهورية، الجملة ذات الدلالة التاريخية. لا علاقة للأمر بمدى شرعية القرار كون الانقلاب غير شرعي وكل ما يصدر عنه لا شرعية له، لكن الأمر يتعلق باستبعاد كل ما له علاقة بالجمهورية والانقلاب على جوهر مخرجات الحوار التي وضعت معايير وتشريعات ناظمة للإفتاء الوطني. الأبعاد والدلالات في تشكيل هيئة إفتاء إشارة إلى ضرب آخر ما تبقى من التنوع في الإطار الفقهي، وتعيين شخصيات سلالية لشغل دار الإفتاء في مناطق سيطرة الانقلاب محاكاة لسلطة الإمامة التي كانت تغلف جرائمها بفتاوى دينية وتضفي عليها طابعا دينيا. دلالة توقيت لجنة الإفتاء جاءت بعد حملة التكفير المستمرة للخصوم، خصوصا أن التعيينات جاءت في المرحلة الأخيرة من الحرب، ما يشير إلى أن الانقلاب ينزلق إلى خلق مزيد من الانقسامات داخل المجتمع على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والسلالية. مخاطر إصباغ الحرب بصبغة دينية سلالية بعد سنوات من الحرب في إطارها السياسي هو المآلات المحتملة التي تنتج قراراً يزيح الستار عن آخر فصول الانقلاب الهزلية والكارثية في ذات الوقت. مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفنا عبر سكايب الكاتب والباحث فهد سلطان من الرياض، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد. أستاذ فهد، هل تسمعني؟ نعم أستاذ فهد، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعكم. نعم، أهلا بك أستاذ فهد. وبداية، كيف تقرأ إجراء الحوثيين بتعيين مفتي للديار عوضا عن مفتي الجمهورية العمراني؟ هل يمثل إنشاء الحوثيين لدار إفتاء جديدة عودة للكهنوت الديني الذي لطالما حذر منه المجتمع قبل وبعد الانقلاب؟ نعم، هذا صحيح. في حقيقة الأمر جماعة الحوثيين الآن تحاول أن تسابق الزمن
هي تركز بشكل كبير على الجانب الفكري، على الجانب الديني، على الجانب الطائفي. هي تشتغل على أكثر من محور، فهي تحاول أمام المجتمع الدولي أن تقدم نفسها أنها أقلية، أنها أقلية طائفية مقابل أكثرية سنية أو أكثرية على غير الانتماء الديني. وهي في الداخل تحاول أن تضفي على بيئتها أو على مواقفها شرعية من أجل أن تستمر في التمدد وتغيير على المستوى الديموغرافي وعلى مستوى الفكر والثقافة. وهذه هي الخطورة التي تقوم به في هذه الأثناء. جماعة الحوثيين في يعني تحاول عبر هذا القرار أن تصل إلى أعلى سلطة في البلاد أو سلطة دينية كانت موجودة في البلاد. هذا الموقع كان يشغله علماء أفذاذ، سواء كانوا من المذهب الزيدي أو من المذهب أو من مذاهب أخرى، أو كما كان في الفترة الأخيرة من المذهب المقارن كما هو الشيخ العمراني. والشيخ العمراني يعتبر هو من امتداد لفكر وثقافة لفكر الإمام الشوكاني، وهي المذهب المقارن أو التي تأخذ الدليل من بين كل المذاهب الموجودة، يعني لا تعتمد على مذهب معين أو طائفة معينة، إنما تعتمد على المذهب المقارن وهو الدليل الراجح من بين كل المذاهب، وهو التي أعطت هدوء وقبولا على مستوى الجمهورية. وبالتالي الخطوة نحو تغيير العلامة العمراني وإبداله بشخصية من داخل الحركة الهاشمية هي خطوة يعني تؤثر على هذا القرار على مستوى الشارع، وهي تسير كما قلت في خطوة تعميق العمل الطائفي. نعم. إذن يعني هناك أستاذ فهد من يرى أن الحوثي ما زالوا يعني كانوا ضمن التركيبة الروحية للمجتمع، ولكن بعد استحضار النفس العقائدي أو الخطاب العقائدي وبشكله الطائفي المباشر والواضح، وربما في كل مرة يبرز هذا الأمر بصورة أوضح، هل ما زال يمكن اعتبارهم ضمن تركيبة المجتمع بهذا النفس، أم أن هناك يعني أصبحوا ضمن إطار آخر؟ نعم، في الحقيقة الهاشمية السياسية هي كانت المرض العضال الذي ضرب المجتمع اليمني منذ ما يقارب 800 سنة ولا زالت حتى الآن، منذ 26 سبتمبر عام 1962 بقيام ثورة سبتمبر، وبدأ هذا يعني واستمر الحرب فيما بعد ذلك إلى عام 70. القاضي الأورياني هو الذي سمح للهاشميين بالعودة إلى داخل البلد ممن شاركوا في حرب يعني الثمان سنوات. بعد تلك الفترة بدأت الهاشمية إلى التخفي والعمل من داخل الدولة، يعني نستطيع أن نقرب الصورة بأنها استخدمت الغطاء الباطني، أنها تظهر ولاءها أو احترامها أو قبولها بالجمهورية، لكن في حقيقة الأمر هي كانت تبطن النفس الهاشمي السلالي الطائفي، واستمرت تتوغل داخل مؤسسات الدولة وخاصة في المؤسسات في مؤسسة القضاء. على سبيل المثال كانت مؤسسة القضاء حكرا على هذه الطائفة، لا تسمح بدخول أي شخص من خارج الهاشمية، حتى حصل في يعني حتى جاء يعني القاضي أو الذي كان محسوب على سيارة الإصلاح عبد الوهاب الديليني، والذي استطاع أن يدخل في فترته 700 طالب من غير الأسر الهاشمية. تلك الفترة ثارت ثائرتهم ولا زالت آثار تلك اللحظة حتى الآن. بالعودة إلى سؤالك، أقول أنه الهاشمية السلالية السياسية حاولت أن تتوغل في المراكز وأن تعمل حتى وصلت إلى أن تصل إلى المفتي بعد انقلاب سبعة أيلول 2014. نعم أستاذ زهد، يعني نعم. لو عدنا لنقطة العلامة العمراني والذي أنت تحدثت يعني بأنه ينتمي للمذهب الشوكاني أو يعني يستمد فتاوي من المذهب الشوكاني والذي يقارب من بقية المذاهب، يعني استبعاد، كيف تقرأ هذه الخطوة استبعاد العلامة العمراني وهو الذي مثل صوت الشعب بعيد عن أي تحيزات فئوية؟ هل تعيد هذه الخطوة إلى الأذهان يعني ربما الأصولية والسلالية التي كانت متصلة بالسلطة السياسية في عهد الإمامة؟
أنا أقول أن هناك شيئين، أن جماعة الحوثي اليوم هي مقبلة على عدد من الخطوات وأنها تحتاج إلى غطاء ديني، غطاء طائفي كي يبرر لها مثل هذه الخطوات. نعم. نحن تابعنا في فترات سابقة عندما خرج أحد أقطابهم الدينية عندما حمل السلاح وتحدث بجواز قتل يعني الطرف الآخر. اليوم جماعة الحوثيين يعني تسير نحو يعني عمل بما يعني في مسألة الآن يعني في خطوات قادمة تحاول أن تقوم بها ولكنها تحتاج إلى غطاء ديني. الوصول كما قلت إلى مفتي الجمهورية وتغيير هذا المركز من أسر هاشمية بلوى ومن داخل شخصية وثقة الديني داخل المجتمع اليمني هي تعزز النفس الطائفي، وأن هذه الجماعة اليوم لن تعد يعني تبالي بتركيبة المجتمع ولا بالتوازنات داخل يعني هذا المجتمع الذي استمر على فترة طويلة. هي اليوم تعزز الطائفي السلالي وأنها هي من تسيطر، وهي يعني ابتداء بمناهج التعليم ثم بزيادة وتوسع الحسينيات يعني توسع الحسينيات داخل العاصمة صنعاء. وأنا أتمنى من القنوات ومن قناة بلقيس أن تسلط الضوء على هذه القضية التي لم تصل إلى الإعلام حتى الآن، وجود أو افتتاح عدد من الحسينيات داخل العاصمة صنعاء وفي منطقة أرحب وفي يعني ولا زالت في مناطق داخل الجوف تتوسع بشكل كبير. هي يعني تم وأدها أو تم إبعادها في 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 في, في مدينة تعز كما حصل في جبل صدر، لكنها تتوسع اليوم في مناطق الشمال وشمال الشمال بشكل أكبر. جماعة الحوثيين بشكل صريح وواضح تعزز اليوم من المذهب الطائفي وتساهم في تعزيز الشرخ الاجتماعي داخل المجتمع اليمني عبر هذه التعيينات الجديدة، وكما قلت سابقا أنها تريد أن يكون لها غطاء ديني وفكري وثقافي للمرات القادمة التي تنوي لها بها مستقبلا. نعم، إذا ما تحدثنا أستاذ فهد عن مسألة التسمية، ما الذي يعني إلغاء مفردة الجمهورية وإبدالها بكلمة مفتي الديار؟ يعني هل هناك رسالة تود الميليشيا إيصالها للرأي العام؟ هي طبعا جماعة الحوثيين هي لا تعترف بمسمى الجمهورية، وهي تصل إلى أن تستهدف الجمهورية. كان الاسم ومفتي الجمهورية، هي الآن تحاول أن تبعد المسمى المرتبط بالجمهورية إلى أن تسمي الديار اليمنية فقط من أجل أن تلتف على هذا الجانب، والذي كما قلت أنه سيكون خطوات قادمة. جماعة الحوثيين اليوم غيرت يعني سبق أن غيرت عدد من شوارع العاصمة التي كانت برموز كبار يعني مثل الزبيري الذين كانوا مرتبطين بالجمهورية، وغيرت مستشفى أحد المستشفى العلو في مدينة الحديدة. هي تسير بخطوات منظمة نحو الانقلاب على كل ما يتصل بالجمهورية وبسبتمبر، وبالتالي تغيير هذا الاسم من مفتي الجمهورية إلى مفتي الديار هو بداية انقلاب أو بداية لإبعاد كلمة الجمهورية عن الذهنية اليمنية، ويعني إعادتنا إلى الوراء أو إعادتنا، وربما أنها ستعلن في القريب القادم عن أن اليمن ليست جمهورية أو أنها ملكية أو أنها بمسمى الدولة كما كانت المتوكل، يا إما بنفس الاسم السابق أو ستعود إليه باسم جديد ولكنه خارج عن إطار الجمهورية. نعم، ما هي الأضرار المترتبة أستاذ فهد على مثل هذا التصرف الذي تقوم به جماعة الحوثي خاصة على المدى البعيد؟ أنا أقول يعني في هذه النقطة بالذات أو في هذا السؤال بالذات أن مفتي الجمهورية كان يحمل قداسة ويحمل احترام ويحظى باحترام الجميع ويعزز التنوع الموجود داخل المجتمع اليمني. نحن على سبيل المثال مثلا في القاضي العمراني يعني نحن على وسائل الإعلام وعلى يعني لم يحصل هنالك أي شغب حول الفتاوى أو الآراء التي كان يقدمها على مدى الفترة الماضية. هذا الرجل كان يعرف التركيبة اليمنية، وكان يعني حتى على مستوى المستفتي الذي يتقدم إليه يراعي بين المذاهب ويقدم المذهب الأكثر قبولا للمجتمع اليمني. عرف ببساطته وسهولته وبالآراء والأفكار الميسرة، لكن جماعة الحوثيين عرفت بجانب التشدد والغلو. بل أنا أقول اليوم أن جماعة الحوثيين اليوم لم تعد تمثل المذهب الزيدي الذي كان أحد المذاهب المعتمدة داخل تركيبة المجتمع اليمني. نعم، لا ابتعدوا كثيرا يعني خاصة حثيثة نحو المذهب الاثني عشري وتعززه داخل المجتمع اليمني. نعم، إذا أستاذ فهد ابقى معنا، انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام عبر الهاتف من لندن. فقدنا الاتصال؟
سقط الاتصال، عفوا، سنحاول التواصل به من جديد. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني نعم، أنت تقول أن جماعة الحوثي كنت تقول بأنها ابتعدت حتى على مستوى المذهب الزيدي الذي كانت ربما تمثله، خاصة وأنت طرحت موضوع الحسينية التي تم افتتاحها. هناك فعلا بعد عن المذهب المعتاد الذي ربما يمثل كثير من يعني من الناس الذين يقتلون في شمال الشمال. كما قلت لك أنه هنالك انقلاب اليوم على المذهب الزيدي الذي لم يعد له حضور لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الفكري. هنالك انقلاب واضح. ربما أن جماعة الحوثي يعني هنالك اتجاه أو هنالك نقطتين. النقطة الأولى أن جماعة الحوثيين تشعر أن هذا المذهب هو قد تسامح على مدى الفترة الماضية ولا يستطيع أن ينفرد أو أن يكون صالحا للسلطة بشكل كبير. النقطة الثانية أن إيران ذاتها أو ذاتها لا تدعم إلا يعني لا تقدم دعم لأي كيانات أو لأي جيوب داخل المنطقة العربية إلا إذا تبنت منهجها بشكل كامل. جماعة الحوثيين في البداية عندما دعمت جماعة الحوثيين دعمتها كأنها مكون أحد المكونات الشيعية. نعم، إذا أستاذ فهد يعني اسمح لنا سنعود إليك. الثورة الشيعية. نعم، سنعود إليك أستاذ فهد، ولكن بعد أن انضم إلينا من جديد الأستاذ عيدروس النقيب رئيس مركز تمثال الدراسات والإعلام عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ عيدروس. أهلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك معنا في المساء اليمني. بداية، إصباغ الحرب بصبغة دينية سلالية بعد سنوات من اشتعالها وفق شكل سياسي، ما هي المآلات المحتملة لهذا الدمج الطائفي دكتور عيدروس؟ للأسف الشديد الأزمة اليمنية يجرى فيها تسخير المقدسات لتتحول الى حرب بين المذاهب والعقائد، بينما هي في اساسها عباره عن قصف وتنافس على المصالح السياسيه. الحركه الحوثيه بالتحالف مع علي عبد الله صالح تحاول ان تصبغ مقاومتها ومواجهتها للشعب اليمني بتحويل الصراع من صراع سياسي على مصالح يعني تتعلق بالسلطه والمال والثروه إلى صراع بين المذاهب التي هي بريئة من هذا الصراع القائم. أنا أقول أنه لأنني لم أسمع الحديث من بدايته، أن المذهب الزيدي بريئا براءة الذئب من دم ابن يعقوب فيما يتعلق بما يدور باليمن. نعم، وهذا ما طرحه الأستاذ فهد تقريبا. لكن للأسف الشديد هذه العصابة تحول أن تسخر المذهب الزيدي لتستقطب كل معتنقي هذا المذهب الذين لا ذنب لهم ولا علاقة فيما يتعلق بظاهرة الصراع. نعم، إذا يعني لو طرحنا دلالة التوقيت دكتور، يعني على ماذا يدل توقيت إنشاء دار الإفتاء تسميته ب يعني مفتي الديار؟ يعني لو أسقطنا هذا الأمر على الواقع الميداني، هل له أي علاقة في ظل الانتصارات الذي تقدمها الشرعية على أكثر من جبهة؟ أنا أعتقد أن الحركة الإنقلابية تحاول أن تجهز على كل شيء في ظل التراجعات والانحسارات التي تعاني منها في جبهات المواجهة العسكرية. الاستيلاء على مجلس الإفتاء والأتيان بمجموعة منتقاة على أساس الأسرة الهاشمية هو نوع من الاستمرار في الاستيلاء على كل شيء في هذه البلاد، وهو وهم يراود هذه العصابة معتقدة أنها ستصادر اليمن من خلال مصادرة هذه الهيئات والمؤسسات. في يقيني أن هذه المحاولة هي ذاهبة باتجاه النهاية، لأن الأمر ستحسمه الفعاليات الميدانية في جبهات المواجهة. للأسف الشديد هؤلاء لم يأبهوا لدعوات السلام ولمحاولة يعني القيام بمصالحة وطنية بين اليمنيين يكونون هم جزءا منها رغم ما ارتكبوا من جرائم في هذه البلاد، وبالتالي اعتقد ان النتيجه ستحددها نتائج المعركه العسكريه. نعم دكتور، يعني وضعت مخرجات الحوار الوطني محددات معينه ومعايير وتشريعات ناظمه للإفتاء الوطني، هل لهذا الأمر صلة بإرادة الحوثيين تحطيم كل ما له يعني أو صلة بالوثيقة التي أجمع عليها اليمنيون؟
لا، الحركة الانقلابية هي حركة تمرد، وهي لا تأبه لأي اتفاقات أو معايير أو وثائق تم الاتفاق عليها، وبالتالي فهي تتمرد على كل شيء، مثل ما تتمرد على يعني مثل ما تمردت على نتائج الحوار الوطني الذي كانت جزءا منه، مثل ما تمردت على الدستور، حتى الدستور السابق الذي هو موضع تعديل الآن، مثل ما تمردت على القيم اليمنية الاعتيادية التي ألفها اليمنيون على مدى آلاف السنين. يعني هي اليوم تتمرد فيها في هذا النطاق، وهي ترفض كل ما يعني تريد أن تتعامل باستعلاء مع كل ما توافق عليه اليمنيون، وبالتالي أثبتت هذه الحركة أنها غير قابلة على التعايش مع ما سواها، لن تتعايش إلا مع نفسها، وهذا هو سيكون مصير زوالها. نعم. إذن دكتور، يعني مرت مرحلة إسقاط الدولة ومؤسساتها بتراتبية معينة، يعني بدأت بالسيطرة أولا على الجيش والأمن، ثم على القضاء والأوقاف، على جميع مؤسسات الدولة الحكومة، تغيير بناء أيضا أسسها بالكامل، ويعني الآن على مستوى الإفتاء وغيره. إذا تحدثنا عن عودة المسار السياسي، كيف يمكن أن يتم بعد كل هذه التشوهات التي قامت بها الميليشيا؟ اعتقد ان ما تقوم به الحركه الانقلابيه هو وضع مزيد من الاحجار في مسار التسويه السياسيه. اليوم هذه الحركه بما فعلته بالامس في تجريف الجيش والامن والمؤسسات الحكوميه المدنيه والاستيلاء على المال العام والعبث بكل مقدرات البلد، ثم الوصول الى مجلس الافتاء ولا مجلس القضاء الاعلى في البلد، اعتقد ان هذا جزء هو استمرار لمزيد من العراقيل في طريق التسويه السياسيه، وفي يقيني انه لم يعد بالامكان الحديث عن تسويه سياسيه في ظل ما تفعله الحركه الحوثيه، ولذلك الحركه الحوثيه بالتعاون مع علي عبد الله صالح بطبيعه الحال. للاسف الشديد يبدو ان الحكومه الشرعيه مضطره الى ان تلجا للخيار العسكري لاستمرار لاستعاده الدوله المنهوبه. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني تحدث الدكتور عيدروس عن بعد هذه الجماعة عن المذهب الزيدي تماما، وأنه بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف. تحدث عن كيف أنها جماعة انقلابية لا يعني متمردة عن أي قوانين أو ضوابط. ربما السؤال الذي أود أن تعلق عليه هي مسألة كيف يمكن العودة لحوار سياسي في ظل ما أحدثته الميليشيا من خراب في يعني هيكل وأسس المؤسسات الدولة. نعم أستاذ فهد، هل تسمعني؟ إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نجيب غلاب، الكاتب والباحث. مرحبا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا ومساء الخير والعافية. مساء النور، أهلا بك أستاذ نجيب. يعني بعد هذه الخطوة هناك من يقول أن الميليشيا أصبحت تمتلك غطاء ديني إضافة إلى الغطاء السياسي الذي ربما رافقهم من البداية، هل تتفق مع هذه النقطة؟ يعني طبيعة الحركة الحوثية بتركيبتها الميليشياوية وكهنوتها السياسي هي بالأخير تعلن حالة من الحداء ضد كل مخالفيها بلا استثناء، حتى من يتحالفوا معها ويحاولوا أن يعطوها هذا القطاع السياسي لشرعنة وجودها. نعم. تركيبتها يعني ببعدها العقدي، وهي بنية أيديولوجية يعني دائمة على فكرة الولاية. فكرة الولاية هي فكرة نافية لفكرة جمهورية الشعب، نافية للديمقراطية، نافية للحرية، نافية لمسألة الشراكة. هي لا ترى يعني الآخرين إلا أتباع لفكرة الولاية، ومن لا يؤمن بهذه الفكرة يعني بالأخير هو شيطان، وهذا يعني نص عليه يعني في ملازمة حسين الحوثي. البنية الأيديولوجية الخلل فيها، والخلل الآخر هي البنية يعني البنية الميليشياوية للحركة الحوثية. لا يمكن قبول حركة مسلحة
دائمة على أساس فكرة الخروج. نعم. والخروج هذا من أجل تثبيت الكهنوت، فبالتالي هي التنظيم بحد ذاته هو ينتج فتنة دائمة وحالة حرب دائمة داخل اليمن، وما يمكن أبدا يعني الحوار والتفاوض بالنسبة لهم هو أداة من أدوات الحرب. حتى لو حسس الحوثية الآن بالضعف في ظل مشروعها الأيديولوجيا القائم على الكهانة السياسية، وهي كهانة سياسية تجعل من الدين يعني لخدمة أقلية عرقية، وهذا ليس فقط يعني نفي للجمهورية بل إدخال المجتمع في صراعات يعني ثقافية عميقة. نعم. هذه الصراعات تجعل من الإسلام وكأنه وظيفتها الأساسية خدمتهم، ومن يرفض هذا فهو في مقام الشيطان. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحركة الحوثية ما يمكن الوصول معها إلى حلول إلا في حالة واحدة، هو تجريم الكهنوت السياسي وتفكيك الميليشيات. أما كفاءة اجتماعية هم يعتبرون مثلهم مثل بقية المواطنين. فكرة الاستعلاء داخل اليمن غير مقبولة، غير مقبولة في النفسية اليمنية، وإذا كانت مررت في يعني في فترات سابقة يعني نتاج مراحل صراع دويلة الطوائف، لكن نحن في القرن 21 ما يمكن أبدا الشعب اليمني يستوعب مثل هذا الكهنوت. تجاوزوا العالم كله تجاوز مثل هذه الأطروحات، وهم عايشين داخل هذا الصندوق، وهذا الصندوق هو أشبه بقنبلة تفجر المجتمع اليمني وتقود إلى انقسامات. ولا يمكن أن يحدث، هم لن يقبلوا التعايش كتكوين حتى لو ظلوا متمسكين. القصة لم تعد فكرة مذهبية، المذاهب موجودة، وحتى فكرة البطمان كنظرية لم تعد يعني كما هي داخل المذهب الهادمي، أصبحت الفكرة معتجة وبلغت مداها في فكرة السيد العلم الذي لا تصح الدنيا ولا يصح الدين إلا بها. نعم. وبالتالي من إذن الدنيا العقائدية من الصعب تفكيكها إلا من خلال التجريم. نعم، إذن هذه الخطوة أستاذ نجيب، هل يمكن أن تضعنا أمام خطاب سيكون له انعكاس سلبي على طبيعة التنوع الفقهي والمذهبي الذي عرفه اليمنيون منذ القدم؟ هو نعم، لما لو لاحظنا هذا يعني هذا التشكيلة الجديدة لهم للإفتاء، يعني طبيعة تركيبتها هي يعني تأخذ بنفس الفكرة اللي أسس لها حسين الحوثي، وأيضا بنفس الرؤية الخمينية التي تحاول أن تجعل من التشيع هو الهوية الأساس، وهو العصبية التي من حولها الشعب يدور، وبالتالي تصبح يعني يصبح الشعب اليمني وكأن وظيفته إلا الدفاع وحماية حكم يعني حكم التشيع الذي ينتهي بسيد علم. وبالتالي هم ما عندهم مشكلة الآن الحوثي هو بتركيبته، لم يرى أنه فكرة تجاوز المذاهب هو الطريق الوحيد لتثبيت هذه الفكرة، وأصبح العمود الفقري للدين كله، ولا تصح شهادة الواحد إلا إذا آمن بهذه الفكرة. وبالتالي هناك محاولة لاختراق حتى المجال السني من خلال فكرة الولاية وصناعة يعني تشيع سياسي شامل داخل اليمن، وبالتالي تحول اليمن إلى مجال ونفوذ لخدمة الدومية الفارسية. لم يعد اليمن من خلال الحوثية مجال يعني للعروبة، وناهيك عن تجاوز الجذور التاريخية لليمنيين. وبالتالي مثل هذا التشكيلات التي تقوم على أساس ليس مذهبي وإنما أيديولوجي مبني على أساس فكرة التشيع التي تحاول الخمينية من خلالها اختراق مجالنا العربي، وتتخذ من فكرة العصبية العرقية كقوة مساندة لها، وهذا يدخل الهاشمية في حالة صراع مع التكوين اليمني، وبالتالي يدخلون في نزاعات ليس لها داعي، هي تضعف الدولة، تضعف الحرية، تنتهك حرية الأفراد، وتتحول اليمن إلى مجال لإدارة صراعات الخمينية لإضعاف الدولة الوطنية اليمنية، ثم تحويل اليمن إلى مجال حيوي لإدارة حروب ضد العرب وحروبها الأخرى ضد المنظومة الدولية. بمعنى أنه اليوم الحوثية بمساراتها التي تتحرك فيها هي تشكل الخطر والتهديد الأول للأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي، بل أنها تشكل تهديد بجلبها إيران إلى اليمن للمنظومة الدولية، لأنه سيحدث خلل في المنظومة الجيوستراتيجية داخل اليمن، وهذا الخلل
سيقود الى حروب، وبالتالي لابد من يعني الناس لديهم قناعه، سواء كانوا اليمنيين ولا العرب وحتى المنظومه الدوليه قناعه كامله بمساله الدوله اليمنيه، دوله المواطنه، وهذه الدوله لن تؤسس والحوثيه تتجه بهذه الاتجاهات. وبالتالي انا اعتقد انه الخيار اليمني الوحيد امامهم من اجل ان يتمكنوا بناء دولتهم، بناء دوله المواطنه اللي تجمع الكل ويكونوا قادرين على التعايش، هو تفكيك هذا البنية الكهنوتية التي أسس لها حسين الحوثي، ويحاول يعني اليوم يحاول أن يحولها إلى مفهوم يعني يتحدث عن الوطن وكأن الوطن هو التشيع لفكرة الولاية، وهذا كلام غير صحيح. اليمن هويتها مغايرة، ويعني لهذه الفكرة الهوية اليمنية متجذرة، وهي تعكس تنوع، هذا التنوع جزء منها التركيبة الهاشمية، لكن تركيبة هاشمية وفق قوانين الحركة الوطنية والدستور والقانون الناظم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب غلاب، رئيس مركز دراسات العربية من الرياض، كنت معنا عبر الهاتف. عودة مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى. معنا أستاذ فهد سلطان عبر الهاتف. أستاذ فهد، يعني لو تحدثنا عن هوشمة الوظيفة العامة كما يقال وصبغها بهذه الصبغة الهاشمية الواضحة، ما هي أثرها السياسية والاجتماعية برأيك؟ نعم، في نقطة هنا مهمة أشعر أنها مهمة على الأقل، أن جماعة الحوثيين اليوم تشعر أن إسناد هذا الموضوع إلى المذهب الزيدي الذي فرط بالمذهب كما يقولون، وفرط يعني وفرط بالقضية بشكل أساسي، يحاولون اليوم أن ينتجوا جيلا جديدا أو وضعا جديدا لما يشبه أو إنجاز التعبير للصقور داخل الزيدية، وهم الهاشميون. الهاشميون هم الذين تشعر جماعة الحوثيين هم الحانين للمشروع، والذين يستطيعون أن يستعيدوا المشروع، وأن الأماكن الحساسة والوظائف الكبيرة داخل بنية الدولة ينبغي أن تدور أول ما تبدأ على الصقور داخل المذهب الزيدي، أو نستطيع أن نقول داخل المنطقة الزيدية أو المناطق المركز المقدس، وهم الهاشميون. ثم بعد ذلك تأتي الوظائف العادية والعامة للمذهب الزيدي الذي سيكون على الهامش. في جزئية هنا بسيطة، أنا أقول أنه أن المذهب الزيدي نفسه ليس متسالحا كما يعتقد البعض، وإنما بعد يعني بعد التوقيع أو الاتفاقات التي حصلت في عام 70 وما بعدها، حاول أن يتماهى أو أن يعمل بهدوء، رغم أن هنالك الآثار الفكرية أو الأفكار الفكرية داخل هذا المذهب هي غير متسامحة مع مشروع الدولة وحتى مع المخالفين للمذهب. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ فهد أن ينضم معنا أيضا الأستاذ زيد جابر، الكاتب والباحث من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ زيد. أستاذ زيد، بداية يعني أود أن أسمع رأيك حول هذه الخطوة التي قامت بها جماعة الحوثي من تغيير لدار الإفتاء وتسميتها أولا بدار. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ زيد، تسمعني الآن؟ أهلا بك أستاذ زايد، ما هو رأيك أو يعني كيف تقرأ الخطوة التي قامت بها ميليشيا الحوثي في تغيير دار الإفتاء وتحويله إلى يعني مفتي الديار كما يقال؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أستاذ زايد، هل تسمعني الآن؟ نعم أستاذ زايد تسمعني؟ إذا أعود إليك أستاذ فهد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات أستاذ فهد، يعني من خلال متابعتك، هل ترى أن الجمهور أصبح واعي لكل هذه الخطوات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، خاصة يعني هوشمة الوظائف، هذه التحويلات التي ربما هي في نهج وأسس يعني المذهب الذي يعني يتعايش عليه اليمنيون من خلال تغيير مفتي الجمهورية، يعني
كل هذه الخطوات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب، هل هناك من يعي لكل هذه الأمور؟ هناك مستوى من الوعي، هناك مستوى من الوعي على مستوى النخبة وعلى يعني على مستوى خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وعت، ولكن يجب أن نؤمن أن المجتمع اليمني الأمية تضرب أطنابه في يعني بشكل كبير، تتوسع بشكل كبير الحركة، يعني هذه الحركة تنمو بشكل كبير في الأماكن التي لا يتواجد فيها التعليم، لا يتواجد اليوم نسبة الأمية كبيرة، وبالتالي هذا الواقع إذا امتد بشكل كبير فيعني النخبة ستغرد خارج السرب. جماعة الحوثيين اليوم هي تعرف ماذا تقوم به، وخاصة داخل هذا الوضع والواقع، عندما ترتخي الدولة وعندما تكون في مستويات ضعيفة وعندما يكون مستوى التعليم ضعيفا للغاية هي تتوسع بشكل كبير، وعلى الأقل سيكون هنالك كلفة باهظة يدفعها الشارع اليمني في المستقبل إذا لم يكن هنالك خطوات جادة في هذا الاتجاه في هذه الأثناء. نعم، إذا يعود إلينا الأستاذ زايد. مساء الخير أستاذ زايد جابر. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. بداية أستاذ زايد أود أن يعني أسمع رأيك حول هذه الخطوة، أو كيف تقرأ هذه الخطوة التي قامت بها ميليشيا الحوثي بتغيير مفتي الجمهورية وإنشاء دار للإفتاء سميت بالديار أو مفتي الديار، كلها من أعضاء سلالية واضحة؟ يعني الحقيقة هو ما قامت به هو جزء من نظرية الاصطفاء الإلهي، يعني حقيقة نظرية الاصطفاء الإلهي وأحقية السلالة لا يقتصر فقط على أحقيتهم في السلطة والحكم، وإنما أيضا في احتكار الفتوى والدين والعلم. هذا جزء أصيل من الفتوى، بل هو من النظرية، بل هو أساس هذه النظرية، لأنه المبرر لها والمشرع لكل أفعالها. وبالتالي يعني كان الأئمة يحرصون عبر تاريخهم على احتكار الفتوى ويعني الفتوى والعلم، بل ومحاربة وطمس كل يعني علم يعني من خارجهم، وحتى جاءوا هؤلاء يعني بدأوا بإحياء نظرية احتكار العلم والمعرفة، ومن يعود إلى يعني الوثيقة الفكرية التي وقعها الحوثيون وبعض وعدد من علماء الهاشمية يجد ذلك بوضوح، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى ومن إليهم المرجع، وبالتالي يعني لن يستطيعوا حتى أن يعني يخرجوا أو يحاولوا أن يبعدوا عن أنفسهم هذه التهمة، بل رأوها ضرورة من أجل يعني شرعنة كل أفعالهم. ونلاحظ أيضا أنهم حرصوا على أن يكونوا من علماء السلالة، لأنهم يرون أنهم قرناء الكتاب، حتى يعني ولو لم يكونوا زيدية كما هو شأن بعض يعني المعينين وهم صوفية وشوافع، لكنهم من المؤمنين أيضا بالاصطفاء الإلهي للسلالة، وبأنهم قرناء الكتاب وبأنهم أصحاب الحق الإلهي. فهو تجسيد عملي لعقيدة هؤلاء ووثائقهم الفكرية ومرجعياتهم التاريخية ويعني المجسدة لهذه النظرية، وطبعا الهدف منها داخلي أيضا يعني. ونلاحظ أيضا حتى أنهم ألغوا مسمى الجمهورية، يعني بدلا من مفتي الجمهورية أصبحت مفتي الديار اليمنية. يعني حقيقة أن المشروع يوما بعد يوم يتضح لمن لا يزال في يعني مخدوعا بهم، وإلا فإن مشروعهم واضح حتى قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه وأن يقوموا بمثل هذه الأعمال. نعم أستاذ زيد، يعني على امتداد التاريخ ظلت الإمامة تبيض جرائمها من خلال غطاء ديني، يعني استحضاره أيضا في كل المراحل الزمنية آنذاك، ما دلالة إعادة الميليشيا لذات الخطاب في هذه الآونة؟ يعني للأسف يعني النظرية الهدوية في الحكم والإمامة لم تتطور، لأنها يعني ينظرون إليها من منظور أنها عقيدة غير قابلة للتبديل والاجتهاد. يعني حقيقة نحن نقول الفكر السياسي الإسلامي بكافة مذاهبه قد تجاوزه الزمن، لكن كان من السهل أيضا في المنظر عند أهل السنة مثلا أن يتم تجاوز كثير من ما ورد في الكتب التاريخية، لأنها لدى القدماء والمعاصرين ليست عقيدة، على خلاف هؤلاء فهم ينظرون إليها أنها عقيدة. هذا أولا، وثانيا هذه النظرية أكسبتهم مصالح مادية ومعنوية
طوال تاريخهم، ولهذا نحن نجد أنه كثير حتى من بعضهم لم يعد متدينا، وبعضهم وصل إلى يعني التشكيك بكثير من مسلمات الدين، لكنه يعني مصر ومتمسك بهذه الامتيازات الموهومة والحق الإلهي، لأنها يعني أنتجت له امتيازات داخل المجتمع، امتيازات مالية وامتيازات معنوية وتقدير وحقية بالسلطة بالحكم وما إلى ذلك، فظل متمسكين عليها بها حرصا على هذه المصالح. وأيضا يعني هي محاولة أيضا من أجل أن لا يظهر الصراع على أنه صراع على السلطة فقط أمام العوام وأمام من يخدعونهم، فكان لابد من وجود يعني مسميات علمية كبيرة تبرر ذلك دينيا وتصدر وتدبج الفتاوى، وخاصة هؤلاء المعينين لهم فتاوى مشهورة وخطابات تحريضية كبيرة بالدفع بالناس نحو القتال يعني معها السلالة بحجة أنه دفاع عن الدين والوطن وما إلى ذلك، فهم بحاجة إليها لرفض جبهاتهم يعني التي يزيد لكن أستاذ زايد نعم بالمساكين إلى هذه المحرقة. هل ما زال هناك من يصدق هذه يعني الأحاديث التي يعني مغطاة بغطاء ديني خاصة يعني، وأن من يخاطبونهم اليوم ليسوا من يخاطبونهم أو من خاطبونهم بالأمس، هناك جيل واعي ربما أكثر إدراكا من كل هذه الألاعيب التي تقوم بها الميليشيا، هل يمكن أن تنطلي على يعني الجمهور أو المتلقي كل ذلك؟ هذا صحيح، لم يعد يعني هم كانوا يحرصون أن يمرروا غطاءهم باحتكارهم للعلم والمعرفة، ولهذا نجد أنهم دمروا كل المدارس والمساجد حتى تاريخيا التي كانت تدرس علوما غير علومهم، وحرصوا على احتكار مدارس العلم والفتوى وعلى تجهيل الناس حتى داخل المذهب نفسه من أجل أن يظلوا هم يعني الناس تدور حولهم. اليوم تغيرت الأمور ولم يعد الناس ولم يعودوا هم مصدر المعلومة، حتى وإن كانوا قد حاولوا يعني السيطرة على مراكز التعليم والمساجد وحتى وسائل الإعلام، لكن مع ذلك هناك جيل منذ قيام ثورة سبتمبر قد كسر هذا الاحتكار، وبالتالي ربما التأثير على المغرر بهم ممن زجت بهم هذه الميليشيات منذ سنوات طويلة في مدارس ومعاهد التنشئة السلامية والعنصرية، لكن أعتقد أن بقية المجتمع حتى الخاضعين تحت سيطرة هذه الميليشيات لم يعد هناك قناعة، وأن كانوا لا يستطيعون اليوم أن يقوموا بأي عمل، نحن نعذرهم على ذلك، لكن أعمال الميليشيا كافية لإظهارها على حقيقتها ويعني انتظار الناس عنها في أقرب وقت ممكن يحصلون فيه على فرصة في ذلك. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ زيد جابر الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ فهد في دقيقة، يعني برأيك ألا يخشى أو يخشى من خلال هذه الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي ممارسات سلالية واضحة من يعني تنفير الناس منهم، وربما يعني بعد إسقاط الانقلاب يعني ممارسات ربما يعني انتقامية لكل ما قاموا به خلال هذه الفترة؟ في هذه الدقيقة أنا أقول، وهي رسالة أخيرة نقولها لمن تبقى من المؤتمر الشعبي العام، لمن لم يستوعب الدرس حتى الآن، من كان في قلبه أو في عقله أو في وجدانه ذرة من وطنية فليشعر بالخطورة التي باتت تمثلها اليوم. اليوم هنالك استهداف للجمهورية، ينبغي أن نتجاوز كثير من المشكلات، ينبغي للكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام سواء كانوا قيادات أو كانوا أعضاء أو قواعد أن يستوعبوا أن الجمهورية اليوم باتت في خطر، وأن جماعة الحوثيين اليوم كشرت عن أنيادها وتجاوزت كل ما كان يعتقد من في فترة ماضية على أنها خلافات سياسية بين فرقاء سياسيين. من كان يشعر اليوم أو من به ذرة من الوطنية اليوم فسيلتفت أو فسيقف بشكل واضح بأن الجمهورية اليوم باتت على خطر، وأن جماعة الحوثيين اليوم لا تعود إلى المذهب الزيدي فقط، إنما تعود اليوم إلى المذهب الاثنا عشري الذي لم يتسامح مع أي مكون سياسي أحد. وإذا وما نستطيع أن نقوم به اليوم بموقف بسيط ربما سندفع ثمنه في المستقبل أضعاف مضاعفة، وربما هنالك كثير من قيادات المؤتمر الشعبي العام شعرت بهذه الخطورة وشعرت بالفارق الزمني على الأقل منذ سقوط العاصمة صنعاء وحتى الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فهد سلطان الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم
إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.